كيفما دائما عودتكم كما كيقولوا منك واليك. دابا غناخذوا الحار ونجي غير هاد الشدر هذا كما تشوفوه مثلا، هذا هو الحار ديالنا، ماشي عاد شي تضطري تشريه، انا عندي ديجا راه نايض. غناخذ شي حبه تكون كبيره وغادي نقطعها من هاد الحار هذا، غادي ندير بزاف ديال لي بو او الفيزان منهم منين غادي ندير هاد الحار هذا. انا غنكتفي غير بهذا القدر هذا بارك عليا، وعندي هاد الفلفله راه كانت ديجا طاحت ها هي، وها الاخرى حتى هي كانت طاحت، لان صافي فاش كيوجد ها هو. وان شاء الله دابا انا غنوريكم الطريقه اللي غادي نزرعوا بها. انا خلطت كيف ما كتعرفوا، حنا دائما كنخدموا بالروت ديال الغنم، خلطت التراب عادي والروت فقط، وكنخلطوهم بحال هكا عادي. هنا راه ضروري البور ضروري يكونوا فيه واحد الفراغات، ها هما شفتوهم من هنا من كيهبط الماء صافي حتى كيترصى البو ديالنا. ان شاء الله دابا ان شاء الله غادي نسقيه، غنشوف الماء غير هيها وغنسقيه حتى نحسو بالماء كله شرب، عاد ديك الساعه نبداو الزراعه ان شاء الله. هانتوما كنخليو البوسيت تغمر مزيان حتى كيعمر مزيان مزيان، شفتو ها هو راه كيتسقى حتى كيشرب كيف ما كنقولو حنا، شفتو الماء منين تيخرج هانو. صافي هدا هو تبلل مزيان، وغادي نبداو ان شاء الله المرحلة ديال الزراعة. هانتوما دابا مثلا غنجيبو هاد الحار ياك، زوينة شوية غنشدو نفرقوها هاكا على جوج ياك، هكدا راه عامرة بالزراعة ما شاء الله، حارة راه حارة. كناخدو غير دوك البودور عرفتو، راه غير الريحه ديالها كطلع مع النيف، راه عرفتو ما نقولكمش حاره. ناخدو غير ديك البودور كنحاولو ما نقيسوش يدينا بزاف، باش الانسان لحك عيني ولا شي حاجه ما تحرقوش الحاره. شحال البودور ما شاء الله فيها، شو عامرة بالبودور. صافي وكنخلطوها بحال هكذا، بغيتي تجيبي التراب هكذا كديريه من الفوق كديريه بحال هكذا. نجيبو هذا راه فيه مغبر ما شاء الله، خافوش كاع على الزريعه هنا شفتوها بحال هكذا. انت تقدري انا اختاريت هذا البو هذا، انت تقدري ديري اي بو بغيتي،
هي الشوهه كالتربه غير تكون خفيفه، ونرشوها بواحد الرشيشه خفيفه باش يبقى شويه مجد دير هكذا غير شويه حتى كنحسو بها الدقيق بحال هكذا. شوها نديرها هنايا في الكليو. المهم هذه المرحله الاولى شفتوها، هانتوما كتشوفوا المرحله الاولى، ان شاء الله انا غنوريكم المرحله الثانيه. هنايا بعد ما ديك النقله كبرات كنشدوها كننقلوها في لي بو كيف ما شفتوني في بدايه ديال الفيديو. وهنايا ها هي المرحله الثانيه، هذه بعد مرور 20 يوم هانتوما كتشوفوا ها هي ما شاء الله شفتوها. هنايا شوفوا كيفاش دايره، غادي يدي باقا فيها التراب. هنايا شفتوها كيفاش دايره، ها هي وهنا راه كدير الوريضه ديالها، ها هي النواره كيف ما كنقولوا حنا شفتوها. وهنا كذلك هنايا هذه خليتها هكا كبرات باش نوريكم الطريقه. ها هي الفلفله شفتوها، ها هي راه بدات هنايا غير صغيوره، ها هي شفتوها غير صغيوره ما شاء الله. هانتوما راه دغيا كتوجد هي، تقدر راه كنخللها ان شاء الله ملي غادي نكون كنجنيها غنوريكم الطريقه كيفاش ديروها مخلل. ها هي المهم هذه الطريقه الثانيه فاش كنحولوها النقله ديالها، وكنزرعوا كل حبه بوحده. انا هنا يمكن لك ديري جوج، انا هنا درت جوج ديال الحبات، دائما ما نصعبوش الامور، هنا درت جوج ديال الحبات. المهم هذه الطريقه الثانيه ان شاء الله، انا غنوريكم الطريقه الثالثه. هنايا الطريقه الثالثه انتما كيف ما كتشوفوا هنا راه باقا صغيره، ها هي ها هي بدات كبار هنايا شفتوها. هذه الطريقه الثالثه، هي غير صغيره شفتوها، وراه حتى السقا ما كنكثروش عليها السقا بزاف. هانتوما هاد الاعشاب هادو دائما هاد الربيع كيف ما كنقولوا تحيدوه باش ما ينافش النبته تكون كتسقى بوحدها. شوف هذه الطريقه الثالثه ان شاء الله. هذه بعد ما كبرات الطريقه الرابعه شفتوها، هي هي اللي وريتكم في البدايه ديال الفيديو. شوف ما شاء الله كي دايره، شوف هنا راه صافي راه كبرات ووجدات. هي نحيدو هذه، هانتوما هذه راه دغيا كتنوض فيها الربيع. هي هذه ملي وجدات راه طاحت دابا هذه الفلفله هذه شفتوها. واخوتي واش حال شحال نقول لكم، واش حال حاره، ولكن راه فيها واحد اللذه ما شاء الله، راه كتجي لذيذه بزاف بزاف. راه عندها طبيعه الحال بزاف ديال الوصفات، كلشي السيدات المغربيات الحمد لله كلشي حاد قالت كلشي كيعرف اي حاجه. هاي كنشارك معكم البساطه حنايا ديالنا. هاي كيف ما قلت لكم الطريقه الرابعه، هي كبرات ما شاء الله. هي انا غنزيد غير واحد شويه نخليها تكبر ان شاء الله، باش نخلط منها الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء، باش ملي نجي نديرها مخلل ان شاء الله يجي المنظر ديالها زوين. ها نتوما هاي شوف شحال تبارك الله شوها، ها نتوما ما شاء الله كبرات. هنايا كيف ما كتشوفوا، هنايا اللي بغيتي تخليها كيف ما قلت لكم انا بغيت المنظر غنخليها حتى تحمر غير شي حاجه منها باش تجي مخلطه الحمر هالخضر. شوها هنايا صافي، هذه هي المرحله الاخيره ملي كتحمر لينا الفلفله، هذه هي المرحله الاخيره شفتوها. كنتمنى هاد الفيديو من طبيعه الحال يكون مفيد من طبيعه الحال. انا بصراحه كيجوني شي تعاليق محفزين الحمد لله، تيقول لك شاركتي معنا، يعني هاد الشيء ديال البيت البسيط والسهل. وكنتمنى منكم حتى نتوما لي بارطاج، وما غتخسروا والو على واحد اللايك. وشكرا للناس اللي عندهم تعاليق زوينين، وشكرا حتى للناس اللي كيديروا ديزلايك، شكرا لكم وبسلام عليكم.